ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا تبلنا السمكه وحطيناها في الفرن، اتفقنا حراره 180 على الشبكه في النص، هتاخد حوالي 40 دقيقه او 45 على حسب حجم السمكه. بعد كده هنطلعها بره الفرن وهنسيبها تهدى كده 10 دقائق وبعدين نتعامل معاها. احنا طلعنا السمكه اللي معانا واتمنى يا رب، بصوا احنا محافظه كده على الجلد بتاعها، الحشو زي ما احنا حشيناها زي ما حضراتكم شايفين، الخضار جوه حاجة صحية وهيلثي وجميلة وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم. دلوقتي هنعمل وصفة جنبها وهي طبعا الرز، أكيد كلنا هنحب ناكل شوية رز وسلطة الطحينة على الأقل جنب السمكة. النهاردة هنعمل أول حاجة الرز الأحمر، أنا مش هعمل رز صيدية، هنعمله رز أحمر الجميل بتاعنا، وهعمل سلطة الطحينة وهقول لكم الإضافة اللي بتضيفها بعض المحلات الجميلة بتاعت الأسماك اللي هي من الأسرار بتاعتهم اللي بيحطوها دايما مع سلطة الطحينة. طيب أول حاجة هقول بسم الله، تعالوا ننزل مقادير الرز الأول. عندي لمقادير الرز، عندي طبعا أول حاجة رز بسمتي ذهبي 3 كوبايات أو على حسب طبعا الأسرة عدد أفرادها قد إيه، 3 معلقة كبار من الزيت، بصلة صغيرة مبشورة، جزرة مبشورة، جنزبيل مفروم لو فريش أو لو مش مفريش هنحط ربع معلقة صغيرة باودر، وعندي معلقة صغيرة من البابريكا، بهارات سمك، معلقة كبيرة من الكمون، ورق لورا، كوباية ونص من عصير الطماطم أو ممكن تحطوا طماطم مبشورة لو حابين، معلقة صغيرة من الصلصة، مكعب مرق سمك. وأنا الحقيقة دوبت مكعبات السمك في المية السخنة علشان أسقي بيها الرز. هقول بسم الله وحط أول حاجة كده الزيت النباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد كده أول حاجة البصل المفروم. البصل المفروم ده إيه؟ نشوحه كده شوية لما لونها يبقى ذهبي وجميل. وهحط مع البصلة دي معلقة كده من الثوم كده، وإيه تعالوا بقى نحط رشة من الملح. بسم الله. ورشة من الفلفل. ونقلب كده تقليبة حلوة لحد ما البصلة تاخد اللون الأصفر الحلو. أحلى حاجة بصراحة إن الواحد يعمل رز السمك بالزيت النباتي، زيت العباد. وطبعا مش عايزين تستخدموا رز بسمتي، استخدموا رز مصري، مفيش مشكلة خالص، اختيار نوع الرز ده يرجع لحضراتكم، بس أنا دايما بقول إن أنا بستخدم الرز نوع معين الحقيقة عشان هو نوع كويس، هو عدد الشركات في مصر مش كتيرة ولكن أنواع الرز بتاعتهم جيدة وجميلة. جربته على الجاف لقيت أنه الجاف هيطلع لي نفس النتيجة والرزاية هتستوي وهتبقى رائعة، لكن أنواع الرز الأخرى اللي هي بتبقى شوية خليجية دي لازم ننقعها عشان نحترم طريقة الرز بتاعتها. تعالوا بقى إيه وإحنا بنشوح تشويحة حلوة كده تصفر معانا. أنا بما أني بقى يعني عايزاها تصفر شوية خليني أبدأ أشتغل مع حضراتكم كده في عقبال ما البصلة دي تصفر في الإيه سلطة الطحينة. سلطة الطحينة بسيطة وسهلة جدا، مش هعمل أي حاجة غير أني عندي كمية من الطحينة، وطبعا إحنا قبل كده عملنا الطحينة السك، هنزل مقادير الطحينة معانا عشان حضراتكم تبقى معاكم ونبقى عندكم الإضافة البسيطة اللي إحنا إيه عرفناها من المحلات اللي بتستخدم أهي الطحينة. عندي سلطة الطحينة كوباية من الطحينة السك أو كوباية من الطحينة الخام، عندي عصير ليمون وعندي حوالي ربع كوباية، وعندي معلقة كبيرة من الخل وملح وفلفل، رشة جوزة الطيب هي دي الإضافة الجميلة، ورشة كمون ومية دافية. طيب هنبدأ بقى نعمل إيه، ناخد كده كمية الطحينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا قبل كده اتفقنا إن إحنا عملنا الطحينة في البيت وطلعت جميله جدا، اهم حاجه بس السمسم ما يبقاش محمص قوي، لان السمسم لما بيتحمص تحميصه جامده الطحينه بتبقى غامقه. طيب هناخد عليها كميه من عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربع كوبايه زي ما قلت لحضراتكم، انا هنا مش هضيف ثوم بس الثوم ده اختياري، حابين تحطوا فص ثوم براحتكم. رشه كده وطبعا بقلب وبحط كده معايا رشه من الملح، وباخد بقى الإضافة الحلوة رشة بسيطة من جوزة الطيب. رشة بسيطة من جوزة الطيب.
هاجي بقى هنا رشة الفلفل بسيطة قوي، وهحط مية دافية. وهنا أنا بقلب البصلاية برضو جنبي أهي لحد ما تاخد اللون الذهبي البسيط الفاتح مع حضراتكم. عندي مية دافية وعندي كده إيه المعلقة. تعالوا بقى نقول بسم الله أهو. رشة جوزة الطيب القليل منها ما بيضرش خالص، عشان بس دار الإفتاء احنا سألنا، ودايما حضراتكم بعتولنا على الصفحة، وانا الحقيقة بحترم جدا أسئلتكم واحترم رؤيتكم، ولكن رجعنا وقالوا انها القليل منها لا يضر، القليل منها لا يضر، الإكثار منها هو اللي غير مفيد، ولكن هي كمان مش بس بتستخدم كده، قالوا لي هي بتستخدم للتداوي كمان، يعني بيستخدموها في بعض الوصفات للتداوي لبعض الناس. اهي انا شايفة كده تمام الخليط حلو، عشان تقدروا ايه السلطة او الطحينة تبقى فيها تقل شوية ما تبقاش خفيفة. طيب اللي عايز بقى يضيف رشة مثلا شطة، رشة كمون، هنحط دلوقتي وهنقدمها. خليني الاول وانا بقلب كده في البصلة نحط ايه عايزين، هحطها لكم حالا. هحط كده الجزر، بسم الله الرحمن الرحيم. جزر بيدي لون حلو وطعم حلو جدا للرز. وبنحط معاه الجنزبيل، ده جنزبيل فريش مفروم ناعم جدا، تقليبه كده حلوه. وعندي كمان معلقه الصلصه في الاول ونقلب، وبعدين هاخد الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلب كده عصير الطماطم. وخليني كمان اضيف معاهم شويه من المرق اللي انا المفروض هسقي بيه الرز، تغلي بس غلوتين كده حلوين مع رشه كده من الفلفل. وهنبدا بقى نحط الايه الاطعمه بتاعتنا. عندي هنا ورق اللورة، وعندي كمان رشه من الكمون، وعندي رشه من البابريكا، وعندي رشة من بهارات السمك، وطبعا آخر حاجة رشة ملح بسيطة. وأنا مش هحط كتير لأن أنا هضيف مرق سمك، فهيبقى طبعا في نسبة ملح. خلاص تعالوا بقى نشيل ده ونبدأ بعد ما غلي غلوة كده. الطماطم طبعا متصفية وتمام، يغلي غلوة، هنبدأ ننزل الرز. قبل ما أعمل كده خليني أقدم الأول سلطة الطحينة الحلوة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى جميلة جدا، وهحط عليها بس رشة بسيطة من الكمون ورشة زيت زيتون، وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم. رشة كده زيت خفيفة بسيطة، مش شرط زيتون، ممكن يبقى زيت نباتي زي كده اهو. ونقدم بقى طبق سلطة الطحينة الجميلة دي جنب السمكة. ودلوقتي بقى هضيف الرز، بصوا بقى خلاص تمام جدا، وهحط الرز بتاعي بسم الله كده. هنقلب تقليبة وهزود مرق اهو. كل كوبايه رز جافه زي ما حضراتكم شايفين كده، غير منقوعه، يعني بتاخد كوبايه ونص ميه سخنه او مرق سخن. انا بس عايزه اهم حاجه بالشوكه مع حضراتكم، ونبدا نجرب الرز كده. اول ما بيبدا يغلي ههدي عليه النار وهسيبه يتشرب، هيطلع شويه رز جمال جدا طعمهم يجنن. ان شاء الله حضراتكم تستمتعوا بيهم باذن الله وتقولوا لنا رايكم. ودلوقتي بقى انا هستسمح حضراتكم ان احنا هنطلع فاصل صغير، وهنرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه حاجه حلوه مستنيه حضراتكم.